قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، يا شافي العلل، يا شافي الأسقام، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، مددنا أيدينا إليك، أنخنا مطايانا بين يديك، من لنا غيرك يا الله، في شدتنا، في كربتنا، في قوتنا، في ضعفنا، في انتصارنا، في انكسارنا، في مرضنا، من لنا غيرك يا الله، من لنا غيرك يا الله. في هذه الجمعة المباركة، في هذا اليوم الأغر المبارك، في هذا الشهر الكريم الشعباني، أقسم بك عليك يا الله، اجعل دخلته خيرا على أمة الإسلام وعلى أهلنا في غزة وعلى أهلنا في رفح. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. أقسم بك عليك يا الله، لكل هم لا يفرجه إلا أنت، لكل ضائقة لا ينجينا منها إلا أنت، أغلقت الأبواب إلا بابك. سأبقى العمر كله، كلما تشتد الحياة علينا وتضيق الأرض أمامنا بما رحبت وتضيق علينا صدورنا، سأبقى العمر كله أناجيك وأنت الملك، وأنت سامع لدعائي، وأنت عالم بحالي وعالم بأحوالنا. أناجيك يا الله، خذ بيدي، 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 فإن الحياة أضحت صعبة علي، فإن الأحمال ثقيلة علي، وإن الفواتير باهظة علي، وأنا في كرب شديد، وأنتم في كرب شديد، والأمة كلها مكروبة، وبلادنا كلها مكروبة مستضعفة، فمن لنا غيرك يا الله، من لمصر غيرك يا الله، حتى لا تغرق سفينة بلادنا، أنقذ مصر يا الله من الغلاء والوباء والأمراض وكل شيء يتعب أعصاب الناس، فرج عنا ما نحن فيه، فرج عنا ما نحن فيه، بنور وجهك إني خائف وجنو، بنور وجهك إني خائف وجنو، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد، ومن يستعن بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقينا من الدنيا وعارضها فأنت شغلنا، وأنت غايتنا، وأنت منقذنا، وأنت نعم المولى ونعم النصير. فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهورنا إليك، وأنت تعلم حاجتنا وتعلم كرباتنا، ففرج عنا وعن بلادنا يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أركان كونه وأركان عرشه. كلما ضاقت الحياة علينا وعلى أهلنا في غزة وعلى الأقليات الإسلامية والمستضعفين في العالم والمعذبين في العالم
والمغيبين في العالم، من لهم غيرك يا الله؟ من لهم غيرك يا الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. انصرنا بنصرك يا الله، وأيدنا بتأييدك يا الله، واجعل لنا ولكل مشاهدينا ولكل محبينا ولكل محب الفتح من كل هم فرجا، فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل وقف حال يسر كل صعب، قرب كل بعيد بسر قولك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبسر قولك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اجعل لنا ولكل المستضعفين ولبلادنا من شدتنا يسرا، ومن كربتنا فرجا، ارزقنا الفرج بعد الشدة، واجعل دخلة رمضان بعد أيام فرجا على أمة الإسلام يا الله يا الله يا الله. اسمع نجوانا أم استهفانا، اجعلها جمعة الفرج، جمعة الفرج، بنور وجهك، بنور وجهك، بنور وجهك، بنور وجهك يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.